طيب هنا بقى انتقل بحضرتك الى التطعيم او اللقاحات المطروحة امامنا. هسأل حضرتك سؤالين، اللقاحات الحالية هل تتعامل مع الفاريشنز المختلفة للفيروس او التحورات الجديدة؟ هل ثبت انها تقدر ان هي تقاومه؟ ثم جميع اللقاحات اللي تم اجازتها من منظمة الصحة العالمية، اللي هما تقريبا 6 وبيتم انتاجهم في اكثر من دولة، ليهم تأثير وفاعلية جيدة جدا على مش الإصابة بالفيروس، على الـ النتيجة بتاعت الإصابة، منع تدهور الحالة عند الإصابة بالفيروس. يعني أنا ممكن وحضرتك بتسمع وكلنا بنسمع وبنقلق قوي إن أنا أخذ جرعتين من أي فاكسين ومع ذلك جالي بعض الأعراض البسيطة، عملت البي سي آر طلع عندي كورونا، ده شيء طبيعي. المهم إن الإصابة دي، أنا بقول دي اسمها إصابة، عندي الفيروس، الإصابة دي ما بتتطورش إلى مرض شديد، وما بتتطورش إنه يستلزم إن أنا أدخل المستشفى وبعد الشر ما بيحصلش عنها وفاة. أكثرية حضرتك الإصابات اللي حصلة ودخول المستشفيات والوفيات لبشر لم يتم تطعيمهم حتى الآن، وجميع اللقاحات يعني بتلاقي حضرتك الفاعلية بتوصل لفوق 90% للي أنا بقوله ده، الأمراض المرض الخطير ودخول المستشفى والوفاة. إنما ممكن تكون بس بتحمي بنسبة 60% أو 55% من الإصابة بالفيروس، وده شيء معروف من الأول على فكرة. يعني ده شيء جيد جدا. ما أنا باخد أنا باخد التطعيم بتاع الإنفلونزا كل سنة، وبتجيلي إنفلونزا بتبقى ضعيفة جدا لأن أنا خدت التطعيم بتاعي. ولكن خليني هنا بعد إذن حضرتك يا دكتورة، أنا عايز أناقشك في حاجة بقى اللي هي القياس. إن هما في دراسات طلعت قالت ان احنا اكتشفنا اصابة عدد كثير من المصابين بالكورونا كانوا اخدين اللقاح بالفعل، فبدأوا يفكروا هل نحتاج الى جرعة ثالثة تنشيطية في نفس العام ولا لا؟ تمام، هو الحقيقة ده سؤال كويس قوي. الدراسات اللي حضرتك بتتكلم عليها دي اولا تناولت نوع واحد بس من اللقاح وهو فايزر بايونتك. ثانيا نتيجة الدراسة دي انه كبار السن اللي بيعانوا من امراض مزمنة وفي خلل في جهازهم المناعي، لما رصدوهم بعد ما اخدوا جرعتين لقوا ان الحماية من الاصابة قليلة جدا، يعني كمية الانتيبادز اللي في دمهم قليلة. فهو احنا يمكن مش عايزين نسميها لسه جرعة تنشيطية، هي جرعة ثالثة مكملة للاثنين الاولانيين. فبالتالي الحقيقة هذه المجموعة من حقها ان هي تاخد الجرعة الثالثة علشان نحافظ عليها، لان حضرتك عارف ان كبار السن واصحاب الامراض المزمنة هم من الفئات العالية الخطورة اللي لما بيجي لهم اصابة بتبقى خطيرة وبتؤدي الى الوفاة. انما منظمة الصحة العالمية الحقيقة بتنادي الدول الغنية اللي متاح فيها هذه اللقاحات ان هي تتريث شوية، ان هي توزع الجرعة الثالثة أو الجرعة المنصطة لأي حد تاني غير هذه المجموعة، لأنه طبعا حضرتك عارف أنه تقريبا 80% من 5.5 مليار جرعة لقاح تم توزيعهم في الدول الغنية والدول ذات العائد العالي المتوسط. في ناس كتيرة قوي في دول كتيرة لسه ما خدتش هذه اللقاح. ما هو ده سؤال التاني بقى بعد إذن حضرتك. اتفضل. النهاردة هناك بعض الدول بدأت تنظر جديا ان هي تعمل الجرعة الثالثة للجميع بغض النظر بقى عن السن وغيره طبقا للدراسات، بل في دولة عربية بتدرس فعلا ان هي تطبق هذا النظام وفورا. فخلينا ننتقل بقى الى العدالة. هل من العدالة ان انا اكون في بلدي في انتظار الانتاج وبدفع ثمنه وبيخش الدول المانحة بتدفع ثمنه ومنظمة الصحة العالمية، وأنا لا أستطيع الحصول على 10 أو 20% من احتياجاتي بينما في دولة أخرى غطت احتياجاتها 200% و300%؟ بالضبط، هي دي اللي حضرتك بتقوله، دي هي الحقيقة أساس المشكلة. والعدالة هنا الضرورية، لأنه أنا يعني هذه الجائحة لا يمكن هيتم السيطرة عليها لو دولة واحدة بس 100% من السكان بتاعها خدوا اللقاح. هل هذه الدولة هتعيش في عزلة؟ لا طبعا، يحصل. فلا يمكن. يعني انا الحقيقه بنناشد، لانه يعني ايه الفايده؟
ان انا احمي ناسي. طيب ما هو اللي هيحصل ايه اللي هيحصل؟ انا عايزه امشي مع حضرتك، لو الدول دي ما اخدتش اللقاح اللي هيحصل ان الفيروس هيستمر في الانتقال وهيستمر في التحور، ومفيش اي ضمان في المستقبل انه هذه اللقاحات اللي احنا عمالين ناخد منها جرعتين وثلاثه هيكون لها تاثير على المستقبل. بالتالي المنظمه موقفها واضح وصريح انه هذه اولا الدراسات مش قوية جدا اللي بتقول ان احنا محتاجين جرعة ثالثة، لا يوجد دراسات غير بس للفئة اللي انا اتكلمت عليها، يعني هذه الدول بتدي الجرعات المنصطة دي بدون دراسات قوية تقول ان احنا محتاجين الجرعة الثالثة. ثالثا ما تنساش حضرتك ان في تارجت مستهدف عالمي، احنا بنتمنى ان كل الدول تقدر تطعم 10% من السكان بنهاية الشهر اللي احنا فيه ده، و40% من السكان بنهاية العام، و70% من السكان بنص 2022. ازاي هيتأكد لينا التغطية دي لو الدول هتبتدي تدي هي الجرعة الثالثة او الجرعة التنشيطية زي ما حضرتك بتقول؟ الحقيقة هنا المساواة ضرورية جدا ولازم كلنا ننظر لها الحقيقة علشان حمايتنا احنا والسيطرة على الجائحة في وقت قريب بإذن الله.